ايه ده اتجننتوا؟ معقولة يا ميسة اللي بتعمليه ده؟ معقول تسمعي كلام جوزك في الجنان بتاعه ده؟ يا حماتي يا حماتي، هي كلها 3 ايام بس النتيجة مضمونة. 3 ايام تسيبوا اطفال صغيرين لوحديهم؟ اكيد هما مجانين زيكم كمان عشان يوافقوكم على رأيكم. هما صحيح صعبوا عليا وانا نازلة، وحسيت حبايبي زي ما يكونوا بيغرقوا، بس صدقي يا ماما انا حاسه ان التجربه دي فعلا هتفيدهم. يا قلبك يا اختي. عموما احنا هنطمن عليهم كل شويه في التليفون. لا كل شويه ايه، هي كل يوم الساعه 11 بالليل بس. انتوا حرين اللي تشوفوه اعملوه. الا اذا كنت يا حماتي يعني شايفه ان احنا تقال عليك يعني. ونيس انت اتخبطت في نفوخك؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ عيب كده، البيت بيتكم وان ما شالتكمش الارض تشيلكم رموش عيني. حبيبتي يا ماما ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك. بقالنا 3 ايام ما نمناش، ما نخش نستريح. خش استريح. ونيس. ايوه حبيبتي. في الشارع اللي ورانا في مخزن بيبيع انابيب بوتاجاز. طيب واحنا بقى برضه عندنا هناك في الشارع. ونيس ممكن تتعاون معايا وتغير لي الانبوبتين؟ ايه؟ انتوا مش هتتغدوا؟ رجعنا! ما هو سايبة أكل في الثلاجة، أنا مش هقدر أجي على نفسي أسخن، بس مفيش عيش. قبل ما تسخني، تعالى على نفسي كنت لاقي في عيش، وأنتوا بقى إن شاء الله هتساعدوا بإيه؟ بوعدك يا ستي مش هناكل إلا لما تجيبي عيش. لا دمك خفيف قوي، المفروض أنت اللي تنزل تجيبي العيش. خلاص، مش هاكل. مش عارف تديني هو اللي أنت. أنا؟ مش جعان. أوكي. أنا هنزل أجيب العيش. ليه أنا وهدى بس؟ استنى. عايز عيش بكام؟ هات لنا 10 ترغيفة عشان العشاء وبكرة الصبح. أنا هجيب عيش الغدا والعشاء، يبقى شرف الدين ينزل لوحده بالليل في الضلمة. ما أنت نازل نازل. يعني شرف الدين مش هيعمل حاجة خالص؟ ها هوضب الصوف. ارتحتي بقى؟ يلا يا ولد تعالي وريها على المطبخ. بسرعة شوية يا ولد يا عز، مش عاوز لك قعد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عز الدين يا ابن ونيس ابو الفضل. سبحان الله. ايه في ايه؟ أفرشتني ماما بالظبط. هي ماما وبابا يرجعوا امتى؟ انت هتبتدي تزني؟ ما سابوناش غير يوم. طب عاوز تقول لهم تعرفي العنوان؟ السفرة جاهزة، ممكن تحط الأكل وتخلصوني؟